بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد. ولقد كنا نطمئن بعصر العالم، ونحن الآن نعتز باحترام وأقول لكم بصدق وأمانة أنني أفضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم إذا كان بغير احترام. يا بلدي دولة
حر البلدي اصحى يمتع اصحي يا بلدي دول الورد الحر البلدي اصحى يفتع اصحي يا بلدي دول خلاصة مصر يا ولدي دول عيون أحسنتم. طبعا سينا رجعت كاملة لينا ومصر اليوم في عيد أغاني وطنية في كل ذكرى للنصر المجيد نصر أكتوبر. لازم نسمع الأغاني الوطنية اللي عاشت في قلوبنا سنين طويلة اللي بتديك طاقة وقوة وحب. خلتني أقوم من غير ما أحس أقف وسط ولادي وأغني. دي الأغاني اللي سمعناها من كبار النجوم وكبار الملحنين على أيدين كبار الملحنين، فما بالك دلوقتي لو غناها مجموعة من الشباب بطريقتهم وحماسهم وحبهم للبلد زي ما احنا شايفين هتبقى عاملة ازاي يا مها؟ ده اللي قررنا ان احنا نقدمه ليكم النهاردة في التغطية الخاصة للذكرى الخمسين لحرب أكتوبر. معانا دلوقتي كورال هارموني عربي من جامعة عين شمس، هنسمع منهم وهنسمع عنهم ازاي بيقدروا يقدموا النوع ده من الأغاني الرائعة الوطنية اللي بتدخل القلب في ثانية. كورال هارموني أشهر الأغاني أغاني أكتوبر. منورين طبعا، بنرحب بيكم أهلا وسهلا، وبنرحب بالمايسترو محمود طبعا منورنا. ويعني مايسترو محمود وحيد بنشوفك في كل مكان، بنشوف حفلاتك النهارده، احنا سعداء بيك على في استوديو سي بي سي على الهواء مباشره. احنا اليوم مفتوح، احنا اللي فخورين بوجودنا في حدث زي ده، مشرفنا. وطبعا ما فيش مايك، بس قدم لنا الفرقه الموسيقيه وبنشكرهم جميعا. طبعا الفرقه الموسيقيه عندنا استاذ عبد البديع، احمد عبد البديع استاذ على الاورج، استاذ سيف، استاذ سمير على البيز جيتار، بيتر على الدرامز، عمر على الطبله، استاذ عبد الله على الرق، استاذ محمود سامي على العود، استاذ سعودي على القانون، استاذ رأفت. استاذ رأفت مش هيجي تاني صح؟ رؤوف يعني هو جديد علينا. لا انت قلت له حاجه، استاذ رؤوف. استاذ رؤوف هو على طول عامل لنا مشاكل مره تيجي معايا. استاذ رؤوف بس لسه جديد علينا. جميل وطعم جميل طبعا. لا منور، انا بهزر والله. الكورال ما قدمهمش؟ لا ده لازم، هم قد كده اربع مرات ما شاء الله منورنا وكل سنه وانتم طيبين. وتحب تقدم لنا ايه؟ احنا مش عايزين نتكلم كتير، عايزين النهارده نغني، ولكن برضو الناس تحب تتعرف من خلال سي بي سي على ولادنا النهارده. يعني هل كلهم من جامعه عين شمس ولا في منهم في الاصل؟ من احنا تابعين لجامعه عين شمس، او ده كورال الجامعه نتج عنه بعض الكورالات كده. بس مع الوقت بقى نائب رئيس الجامعه ورئيس الجامعه سمحوا ان يبقى معانا بعض الناس الخريجين او من بره الجامعه، الناس المغنيين يعني. لدعم الموهوبين طبعا. المواهب ما تستبش كده طبعا. ودوت الجامعه يعني في عندنا خمس كورالات في الجامعه. ده واحد منهم يعني. بس واحنا فخورين ان احنا معاكم النهارده وكل اللي هنقدمه حاجه كويسه. عايزه اعرف من حضرتك ازاي بقى بتحضروا للاغاني دي؟ يعني عملت مدلي ما حصلش، كان بيرج الاستوديو
والناس ورا الكاميرا واحنا مع يعني منى طب طلعت تغني انا طلعت بتغني كلنا الحمد لله ما كانتش موجوده ايام اكتوبر على فكره مش زينا يعني احنا الجيل اللي غنى في المدرسه خلي السلاح صاحي صح والحاجات دي يا بها بس انا عارفه يعني عملوا روح مش معقوله طاقه فظيعه يعني اتحضروا لده ازاي؟ الحقيقه ان احنا بتختاروا ازاي الاغاني؟ بتعملوا المدلس ازاي؟ ايه الحدث اللي احنا اللي مطلوب نقدم فيه احتفاليه؟ فالحدث هو احتفاليات اكتوبر فبالتالي الاغاني وطنيه وتحديدا يا ريت لو تبقى تخص حرب اكتوبر او الفتره اللي قبلها او الفتره اللي بعديها او الفتره بتاعت اكتوبر. فبنتقابل في الجامعه بنعمل بروفتين ثلاثه حسب الوقت المتاح وبنبتدي نعرض عليهم الاغاني ونشوف ايه الاغاني اللي هم بيحبوها وحابين يقدموها وحاسينها ومصدقينها ونحاول نعمل علشان هي الاغاني كتير الوطنيات كتيره يعني جدا فاحنا وكل حاجه نفسنا نغنيها. فاحنا بنحاول نعالج دوت بان احنا نعمل ميدلي من الاغاني ديت علشان قدر نبقى غنينا كل الحاجات اللي احنا حابين نغنيها اختيارات رائعه وقدمنا للجمهور والمتلقي برضو اغلب الحاجات اللي قدام سياده الرئيس طبعا في جامعه قناه السويس وبرضو دي خطوه مش اي حد بيوصل لها لان انت عامل مجهود كبير وشربت جيل يعني ما كانش اتولد خالص اساسا في احتفالات اكتوبر شربته الاغاني طالعه من قلبه كانه هو عاشها بالظبط. انا هقول سؤال بروفيشنال شويه يعني مايسترو محمود طبعا خريج موسيقى عربيه لا خريج كليه التجاره ودخلت معهد الموسيقى العربيه وخدت كورسات وحاجات من دي لكن انت بقى شايفاك بتعمل ازاي للولاد لما بييجوا يغنوا الطبق الرجالي ويفتح صوت بتعمل له كده بتمرنهم فوكاليز انت اللي بتمرنهم على الفوكاليز انا بشتغل مغني في دار الاوبرا مغني اوبرا في دار الاوبرا المصريه في كورال اكابيلا ومتدرب انت في اكابيلا بنحاول اللي احنا فاهمينه نحاول نفهمه للناس واللي احنا متعلمينه بنحاول نعلمه لهم وانا رحت بيهم في بعمل جواب فوق فراحوا البنات رايحين معايا على طول ما حضرتك قلت حضرتك كنت واقفه بوسط السوبرانو في السوبرانو فوق انا محضرهم محرج عليهم على الحاجات دي ما بيعملوهاش بس لما شايف حضرتك فقاموا قايلين معاها انا بوظتهم لك على طول لا لا شفت انا استاذه في الحاجات دي طبعا هسمعنا ايه بقى نفسنا نسمع احنا عاملين ميدلي من اغاني القناه الاغاني اللي كان بيغنوها الناس في يا بيوتي السويس واغاني سمسميه عشان كده بقى في والاغاني اللي هي الاله دي سمسميه متطوره شويه هو مطوره شويه عشان تقدر يعني عشان نوصلها بالاجهزه بالكهرباء وكده بالظبط من غير مايك والله دخلنا التكنولوجيا دخلت على جاي من السويس وراجع السويس حاجات من طب يلا نسمع بقى احلى اغاني السويس يلا بينا شوف كده Thank you.
عارفه حفظوا الحاجات دي امتى بصراحه يعني. حفظوا الحاجات دي يعني تدريبات كبيره جدا على الغنى ازاي والمقامات العربيه، و يعني هل بتمزجوا ما بين ده وما بين الاغاني الوطنيه الحديثه ولا الفترات القديمه بس؟ لا بن يعني اللي احنا بنختاره هو اللي بيشوفه ان هو حلو جميل، طلع قديم طلع جديد طلع عربي طلع اجنبي، يعني ايا كان اللي بيبقى وجهه نظرهم ان ده حلو وعايزين ننفذه وعايزين نقدمه بيبقى ده اللي حاصل. لكن حسب برضو الاحتفاليه او حسب الحدث بنحاول نبقى قريبين من الحكايه ده اكيد اكيد. بس طيب ايه اللي بيميز الفرقه الجميله هارموني عن اي فرقه ثانيه؟ ان هم بيغنوا، احنا ما فيش اي حاجه تميزنا. قصدي اعتقد ان اي حد بيقدم فن لا هو مميزين قوي بصراحه يعني. انت لو في هارموني يعني انت اسم على مسمى في هارموني ما بين الاصوات الرجاليه والبنات يعني دي بتختارها مش بسهوله. ان احنا بنقدم اللي بنحبه يعني احنا بنقدم اللي احنا عايزين نقدمه، لكن فكره مثلا ان احنا اطول ما يعني اقصد ان في النهايه كل اي حد بيقدم فن بيبقى حابب يكون مميز. هل هو مميز فعلا ولا لا؟ ده الجمهور هو اللي بيقول مش احنا. احنا ما نقدرش نقول احنا الجمهور. انا من الجمهور وبقول لحضرتك انتم مميزين جدا. في بقى اغاني طبعا انا على قدي في المزيكا شويه بس سميعه كويسه جدا. سميعه جامده. سميعه جامده والله جدا. في اغاني بتبقى للبنات واغاني للولاد. بتختار ده ازاي او ده بيبقى ايه؟ عايزين نعرف الجمهور النهارده. يعني هي الفرق بيبقى مثلا في الكلمات بتبقى اغاني اليق على البنات او اليق على الولاد. في طبقات الصوت يعني حسب الاغنيه، لو الاغنيه بتاعت ست او بنت طبقه الصوت بتبقى مختلفه شويه عن طبقه الصوت الرجالي. لكن هو برضو الحقيقه ان بس البنات هم مكسرين الدنيا وبيغنوا اغاني لمطربين ورجال ومقدمين ظابطه رجالي وظابطه حريمي بالظبط. بالظبط حسب يعني. بالظبط حسب ايه الاختيار. هو الفرق بس في يعني اختيار الاغنيه بيبقى مبني على كاركتر كل شخص وطبقه صوته. أيوه. ايه المناسب ليه؟ لو مثلا حد لطيف ودمه خفيف ومبتسم ومبتهج فيغني حاجات من النوع دوت، لو غنى حاجات حزينه قوي ما بيبقاش ده ألطف حاجه. لو حد مثلا هادي ورايق وبسيط فلو يغنى سعاد حسني فبيبقى الموضوع مش فاهمني. أيوه. فبيبقى الاختيار مبني على ان على الشخصيه كمان وبالظبط على شخصيتك بالظبط. ده بيبقى مهم. مايسترو محمود ايه الاغنيه اللي انت نفسك تقدمها ما قدمتهاش بتحلم تقدمها فيها شغل كتير في الفتره الجايه؟ السيمفونيه التاسعه لبيتهوفن نفسي نقدمها بالكورال. انا بتكلم جد على فكره والله. على فكره انا بتكلم جد. السيمفونيه لا نقدم الفاصل الاخير منها الجزء الاخير الكورالي السيمفونيه. هتدخلوا حضروا نفسكم كلمات مع غنى ولا هيبقى بس كده؟ لا هنحاول نقدمه يعني السيمفونيه التاسعه. هي فيها جزء غنائي في اخر ثلث ساعه من العمل نفسه غنائي بحت. فده بلغه ايه هتبقى؟ الماني. هو الكلام للشعر الالماني طبعا. الشعر الالماني شلة. في الاوبرا بنغني الماني وايطالي وكله بالظبط يا فندم. فاحنا هل هم دربوا على الالماني ولا لسه هيحفظوا؟ ما هو ده بقى اللي احنا عايزين نقدمه في احتفاليه كده. صعب جدا على فكره. سهل اهو. صعب جدا. لا زي ما هم هقول لحضرتك. طب ليديا بتقول هم بيغنوا فرنساوي ليديا بتقول لك سهل سهل سهل. مين ليديا؟ ليديا. فليديا اللي هتبدا. لا بقوا بيغنوا كوري. دي اكتر حاجه كانت بتعقدني في معهد الموسيقى العربيه لما عندي الليد بالالماني بقى وكونكوني او بطايق ناخديش المخارج كلها يعني صعبه. خاصه بقى المؤلف بيتهوفن فالعمل الماني. انت قلت بيغنوا كوري. اقصد ان دلوقتي في فرق يعني كوريه وبيحبوها شباب جدا بالظبط وبيغنوا لهم وفرنساوي او ايطالي وانجليزي. فاقصد ان اللغه زي بقيه اللغات يعني خلاص يلا نلف العالم بقى وهنغني لغات العالم كله وهندي بالظبط اللي بيخليهم يغنوا تركي وهندي وكوري اكيد يعني في الاخر كل ثقافه وليها. بتهيألي المزيكا دي لغه الشعوب بالظبط. فالمزيكا دي اللي بتربط الشعوب ببعض بالظبط وكل موسيقى معبره عن ثقافتها وعن شعبها وعن غنوا بسبوسه بسبوسه بسبوسه. نفسي والله نقدمها اغنيه لطيفه جدا وتنفذت كويس لما تنفذت محمد عبد الوهاب بالظبط لما تنفذت بالناس الصينيين كانت تنفذت كويس حبوها وحفظوها فعلا زي ما بتقول مها لغه الشعوب كلها المزيكا فحفظت اللحن وغنته بطريقتها. وتلاقينا ساعات بنغني اغاني كمان يعني كل حد فينا بيتهيألي بنغني ممكن ما تبقاش فاهم الكلام بيقول ايه بس من كتر ما المزيكا حلوه والكلام حاسس انه
عميق حتى واحنا مش فاهمينه. لقينا بنغني بالحماس نفسه وبنفس ال حاسين بالموضوع، حاسين بالموضوع. طب هم بقى بيحبوا او مايلين لايه اكتر؟ انتوا بتحبوا ايه يا ولاد؟ اه مهرجانات، ما تقولش كده مهرجانات، ما تقولش كده هنا المهرجانات اكيد بيحبوا الاغاني اكيد طبعا. بس واكيد برضو انا بصدد اكتوبر فهنسمع اكتر اغاني وطنيه، اغاني وطنيه طبعا، قديم وجديد وحاجات كده طبعا. عارفين ان انتم محضرين حاجه لشيرين و اه بالظبط، وميديا عبد الحليم، فتحب تقدم لنا ايه اللي جاي؟ ميديا عبد الحليم مثلا؟ حسب الترتيب. احنا نحب ميديا عبد الحليم. في ميدلي ما كناش يعني، في ميدلي عاملينه من الاغاني الفولكلوريه المصريه، حاجه سويسي، حاجه اسكندراني، حاجه صعيدي. الله الله الله، حاجه صعيدي، واحنا ما كناش مقررين ان احنا نقدمه. تحبوا نسمعه؟ يلا بينا، يا ريت. هنسيبكم لما نسمع كل حاجه. هو وطني بس وطني بشكل تاني. زياده اللي احنا متفقين عليه. هناخد وقت زياده. هناخد وقت زياده. تمام. يلا الكوكتيل الشعبي.
فاكرنا لن كلها. اخر جمال الاخير دي لهجه ايه سيناوي كده؟ هي اغنيه كده بتتغنى في مرسى مطروح وفي حدود ليبيا وفي ليبيا يعني هي اغنيه كده عايزه ترجمه بس جميله روعه يعني. طب اسمحوا لنا نطلع فاصل كده مايسترو محمود وشبابنا والفرقه ونطلع استراحه قصيره ونكمل معاكم لحد ما تزهقوا كل الاغاني القديمه واغاني المحافظات والشعوب وراجعين تاني. بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد
هتكتشفني؟ صوتك هايل صح؟ بس هما ما ادوكيش مايك يعني بجد يعني عقدتكم كانت بتقول سكند فويس كمان. عايزين طبعا بمناسبه اكتوبر ما نقدرش ننسى الموسيقار الكبير جمال سلامه طبعا صاحب اللحن الجميل ده الرائع وغنتها طبعا الكبيره شاديه رحمه طبعا. الله عليها جميعا يعني من اجمل جميعا وانجح الالحان اللي اتغنت ما كانش يا مايسترو محمود يعدي احتفالات اكتوبر الا لما الدكتور جمال سلامه بقى يعمل المعسكر بتاعه وكل النجوم تجري عليه عشان تحط صوتها وتطلع تغني في احتفالات اكتوبر من الحانه لانها كانت بصمه النجاح مع الدكتور جمال سلامه وانت تعلم ذلك صحيح يا دكتور كلمنا عن الحانه واحلى الحانه بالذات كان الدكتور جمال سلامه الملحن الكبير كان ليه بصمه كبيره سواء المناسبات الدينيه او المناسبات الوطنيه
او المسلسلات كان هو من اكتر الناس شطاره ودقه ونجاحا في صحيح. الاغاني اللي من النوع دوت يعني، واحنا طبعا بنتشرف بدوت وندعو له بالرحمه يا رب طبعا. وكل وفي بقى بلدي يا بلدي، وفي للحاجه ياسمين الحصري طبعا عملها احلى اغاني وطنيه، محمد رسول الله ولا اله الا الله، وكل طبعا غير الديني في احتفالات اكتوبر كان بيعمل طبعا بالزبط اغاني عظيمه جدا ان كان على القلب ما فيش غير كان على القلب طبعا كانت لحمة جمال سلامه في اغاني كتير يعني، يعني الفنان الكبير محمد ثروت والنجم الكبير هاني شاكر دويتو كان رائع. في طبعا الموسيقار محمد عبد الوهاب هنجيله بقى، لو كنت عامل حاجه بقى من الحاجات اللي عملها الاغاني الوطنيه لمجموعه المطربين. بس انا ملاحظه ان مها شكلها ناويه تغني بقى. لا لا انا ساكته اهو في حالي وانا بطلع ايه ابدع مع زمايلي. اه هنفكر خلاص انا هطلع على طول خلاص قدمنا يعني انا برامج كتير انا اكتشفت نفسي النهارده. بس احنا بقى عايزين حضرتك تغني. ما انا غنيت لا 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 زحمت الولاد ودي فرصتهم لا كانت لا. يعني مايسترو محمود ايوه هتسيبها؟ لا اكيد دي فرصه ما حدش يعني بقى يبقى غني ما يعني في طلب جماهيري باذن الله ان شاء الله. لا 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 صدقيني مش هتنفع يعني بنفع بتفاعل خلينا عادي. حاضر حاضر انت هتقدم ايه طيب ونشوف لو حاجه حافظاها هقولها طبعا. احنا عندنا ميدلي من اغاني عبد الحليم بتاعت الثوره. انا عايز اسال حضرتك حاجه مثلا. اتفضلي يا فندم. ازاي بتقدر تدير كل العدد الجميل الكبير وفي اكتر ما شاء الله رقه ولطف؟ لا انا شفت انا شفت كل هدوء. استنى لا انا معاك والله انا معاك بصراحه معاكم. انا شفت زغر كده في الاول وفي لا لا ده قدامكم بس احنا مع بعض زي العش. لا بس عشان هم وكله احنا وقفنا بكل الحب. انا كريستين بتقول لك بكل الحب. اه مفيش لا هو انت ليك بادي لانجوج معاهم يعني اللي بيقف الناحيه الثانيه يشوف مايسترو محمود وعمل هو في النهايه اللي انا فهمه ان المايسترو يعني لغه الاشاره شغاله معاكم. المايسترو هو دوره ان هو يحاول يوصل للناس وعيه بالعمل اللي بيقدمه ده حقيقي صح يخليهم يفهموا هو عايز ايه من خلال بقى رياكشنه من خلال ايده من خلال اي بادي لانجوج عموما بالظبط. بس حضرتك برضو العدد ما شاء الله كبير وحضرتك بتقول فيه اكبر كمان بمناسبه العدد. ايوه انا عايز اعتذر لل 175 شخص اللي كانوا حب يكونوا موجودين النهارده ما شاء الله عشان احنا عددنا 220 بتدير ده ازاي؟ عايز اعرف بجد اصلي صعب اداره برضو يعني مثلا زي ما بنشوف مثلا مخرج في السينما زي مثلا الرائع يوسف شاهين كان معروف انه بيدير المجاميع او بيدير بيبقى شيء من معاه بشيء منضبط جدا ومفيش صوت يعني كل حاجه بتمشي بسيستم مظبوط. في المزيكا ازاي بقى بتعمل ده؟ بنحاول نبقى كده يعني الموضوع برضو بيبقى فيه شيء من الحده وشيء من الالتزام والانضباط. في الاول في اول كام بروفا لاي حد جديد بيستغرب وممكن يعجبه او ما يعجبوش بس مع الوقت بيفهموا ان لا الجد جد والبروفا بروفا والحفله حفله. احنا مثلا بيبقى عندنا حفله احنا 130 شخص فعشان 130 دول يطلعوا المسرح ده موضوع كبير طبعا اصلا طبعا. عشان تقول لهم يلا يا جماعه شكلها ايه يا عيني اللي عايز وقت طويل جدا يلا يا جماعه هننزل ونيجي بعد 10 دقائق نغير عشان نغير هدومنا مثلا عشان نطلع فده فالمهم يعني ففي ناس ده احنا الاربعه في البرنامج بيسيطروا علينا بالعافيه خبطوا علينا بس هم برضو فيهم ناس بيساعدوني كتير يعني مسؤولين سواء عن حاجات في السوشيال ميديا سواء عن حاجات في تنظيمنا سواء عن مثلا البنات عايزهم فبيبقى في ثلاث اربع بنات كده هم مسؤولين حاسين بالمسؤوليه دي. ايوه من امل في بعض الاشخاص كده بيبقوا مسؤولين عن دوت في البنات وعوض وماسيو و طب وميكي. لا مش هقول اسمك يعني واحمد نكي طبعا يعني انت مديهم ادوار يا انت معروف هنا يا ميكي برضو ميكي ميكي من اشهر الناس عندنا في الكوره. طيب نسمع ميدلي عبد الحليم بقى زي ما كنت بتقول ولا ايه؟ يلا ماشي يلا بينا.
بحكمة في الوقت المناسب. عاش 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 اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين عاش 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 اللي قال
رجعتنا لحاجات حلوة قوي قوي قوي، والإذاعة المصرية وكل أغنية جديدة تطلع وحفلات الاحتفاليات كل سنة، 50 سنة وإحنا بنحتفل في أكتوبر ولسه ما زالت أغاني جميلة يا مها عايشة. العمل ده آخر أغنية اللي هي بتاعت بلدي يا بلدي هي ما اتعملتش في أكتوبر، اتعملت سنة 69 تقريبا. أيوة. بس برضو من الحاجات المرتبطة بأكتوبر، زي حتى الأغنية بتاعت رايحين شايلين في إيدنا سلاح، الأغنية ديت معمولة في فيلم العصفور. أيوة. سنة 72 بالظبط. بس هي علشان يعني من أكتر الأغاني المرتبطة عندنا بالعبور ولحظة الانتصار، واضح إن ده كان طب شيء. طب دي عاملينها؟ إيه؟ رايحين قلناها في الاول في الاول خالص في النادي الاولاني يعني حته صغيره كده اكتوبر اول حاجه طمعين اصلنا بنستعبط يعني الاغنيه دي اهو احنا لسه كنا بنتكلم مع المخرج الكبير يوسف شاهين اهو العصفور حضرتك قلت فاحنا عايزين بقى نسمعها تاني هي يا ريت ماشي يلا قول قلبك انا لسه مكمله بقى وبعدين لقيت ايه الموضوع خلص لسه ما هي جزء من ميدلي بداوا بيه بالظبط يعني احنا هي جزء من ميدلي فاحنا حافظين او ما حافظين حييكوا والله بجد. طيب مش هنشبع، سمعنا مين من الاصوات بقى السولو برضو يغني هنرجع نعمل ميدلي كمان بس عايزين نسمع تقدم لنا حد النهارده طب عايز وعايزه اسال حضرتك حاجه اتفضلي. دلوقتي بتحضروا بقى للاغاني ازاي او الاختيار بيكون ازاي؟ شفناكم في مولد النبي وكنتوا عاملين حاجات حلوه قوي وعندكم اغاني كتير عامه مختلفه ودينيه صحيح. ما هو فكره بيبقى اختيار حضرتك ولا حضرتك بيبقى فيه مثلا نوع من المشوره؟ انا اكيد مش ملم بكل الاشياء، اكيد عندي اختيارات واكيد في مجموعه منهم برضو بيبقى عندهم اختيارات وبنحاول نوصل لشكل يكون اغلبهم موافق عليه او اغلبهم شايف ان ده مناسب او في شيء جميل ما في شيء مبهر ما، لان احنا فريق كره الفريق غناء جماعي فدايما اختياراتنا للاغاني بنبقى بنحاول نشوف الاغنيه اللي تتناسب مع ان احنا نغنيها بشكل جماعي ويكون في شيء بنقدمه. بس عايزه اقول الناس طبعا في الكنترول كلها بتغني مع كل الاغاني دي وفرحانين واللي كان منهم على الجبهه وبيحارب ويسمع وبيسمع الراديو ونايم يعني ليها ذكريات حلوه. بس عايزه اتكلم على الحته دي بتاعت المولد النبي، ولما هما بيغنوا الاناشيد الدينيه وكده بيبقى في حد بيدربهم على المقامات لان المخارج هنا بقى بتبقى في ساعات تبقى قصيده البصيري مثلا او قصيده طبعا. في حب طبعا. النبي فبيبقى في حد بيدربهم على المخارج دي ولا هو فوكاليز صوت بس؟ لا فوكاليز وصوت وانا بعمل دوت ومعايا معايا كذا يعني حد برده معايا عبد الله يعني الشيخ عبد الله ده خريج مش شيخ ولا حاجه واسمه عبد الله بس هو بيغني يعني هو في اكيد متدرب على القران فمخارج عنده جميله الحقيقه فيما يخص الانشاء في مسابقه اسمها مسابقه ابداع الجامعات المصريه كل جامعه بيبقى عندها فريق كورال وفريق انشاد فانا بدرب فريق الانشاد الديني بتاع جامعه القاهره وجامعه عين شمس وفريق الترانيم بتاع جامعه القاهره وجامعه عين شمس يعني ده جزء من شغلنا يعني ومن وله اسلوب خاص يعني عايز تدريبات خاصه جدا بالزبط واصوات خاصه بالزبط يعني وشكل غنائي مختلف سنه وتفاصيله اكتر كتير ده حقيقي بس يعني بنحاول برضو في النهايه نقدم بس غناء جماعي برضو
فينفع نغنيه جماعي، في روح كده الجماعي، في روح، في انطلاق، رغم ان هم صغار السن بيغنوا حاجات خفيفه قوي، لكن لما بيمسكوا حاجه تقيله لا بيقولوها يعني. صحيح، الغنى الجماعي اكثر تاثيرا كتير من الغنى الفردي في كل رايحين. دي مش اغنيه سولو، دي اغنيه جماعيه. صحيح بالظبط، ده حقيقي صح. ده جزء من تاثيرها. مثلا حلوه بلاد السمرة بلادي، اي نعم هي الفنانه ورده طبعا، بس هتلاقي دور الكورال كبير، ما يقلش عن دور المطرب دور خالص. كبير زي كمان تالي اغنيه يرجع ويقول المذهب تاني كورال بالضبط، المذهب كله في الكوبليهات. كل كوبليه فيه تلات اربع اماكن الكورال بيردوا بيها بكل شكل مختلف، كل مره بلحن مختلف، بيسلموا لبعض. فاللي اقصده ان في الحاجات اللي زي كده اي فنان فاهم بيبقى عارف قيمه الغناء الجماعي وتاثيره اكتر على المتلقي عموما. يعني هتلاقي الاناشيد الوطنيه كلها بتتغنى بشكل جماعي. لسه كنت هقول لحضرتك يا استاذ محمود، الاناشيد الوطنيه زي ما حضرتك قلت، كمان في اغنيه صوره متهيألي كان برضو الكورال فيها كبير جدا. كلنا دخلتوها في، لا للاسف ما كنت بلغونا بقى، كنا عملنا الحاجات دي كلها. ليه؟ عايز اعرف والله صورة. حاجه كلنا كده عايزين صوره. صوره 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 تحت الرايه المنصوره، صوره صورة صورة كلنا كده عايزين صورة، صورة 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 تحت الراية المنصورة، صورة 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 كلنا كده عايزين صورة، صورة 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 كلنا كده عايزين صورة، صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة. يا زمان صورنا صورنا، يا زمان يا زمان صورنا صورنا، يا زمان هنقرب من بعض كمان، هنقرب من بعض كمان، واللي هيبعد من الميدان، واللي هيبعد من الميدان عمره ما هيبان في الصورة. لسه عبد الحليم ما غناش لغايه دلوقتي، تخيلي كل الجمله ديت ولسه عبد الحليم ما كانش غنى. بالظبط، كل ده شغل الكورال. احسنتم والله، ده انتوا عواجيز. دي كانت عواجيز. لا شطار. انا هنضم على فكره، شفتي انا بدات اهو بموضوع الصوره. سنتن تنضم اليكم دلوقتي. اقصد في الصوره بالاحضان، بستان الاشتراكيه، كل الاغاني اللي كانت بتغنى في اعياد الثوره مثلا، كانت اغلبها بتبقى الحان كمال الطويل وتوزيع علي اسماعيل وكلمات طبعا صلاح جاهين. فكانت بتبقى بتلاقي حجم ودور الكورال الغنائي الجماعي كبير جدا، مش مجرد سولو، لان دوت بيدي صدق في الكلام وفي اللحن. حاجه كمان يا استاذ، تاثير اكتر على المطرب. حاجه كمان يا استاذ محمود، الاغاني الوطنيه ده اللي كنت عايزه اساله لحضرتك، معظمها فعلا بتبقى جماعيه. بالظبط، عشان الحماس بقى بتهيألي. انا عايز اعرف من حضرتك برضه، حضرتك ايه يا ستة؟ لا يعني فعلا لاحظنا ان دايما الاغاني الوطنيه، حضرتك تفيدينا ومايسترو محمود، عادة بتكون أغاني جماعية. في ده يعني بيبقى عشان بقى الحماس بتعيش، عشان هي للشعب، وكأن الشعب هو اللي بيقولها، سهل على الناس تقدر ترددها فرحة الناس كمان. وبتهيألي كمان بيبقى اللحن سهل مش صعب. لما والله لا كانوا بيقولوا حاجات صعبة. لا قصدي غير التوزيع، قصدي اللحن صعب. في الأغاني اللي زي صورة مثلا، زي بالأحضان، بحس ان الشعب كله زي ما حضرتك بتقول بيقدر يغنيه، يعني ما فيهوش مثلا مقامات بقى كتيره. الناجح منها هتلاقي الشعب بيقدر يغني. صحيح، هتلاقي الاغاني الناجحه منها او الناجحه اكتر. قصدي مش صعبه للي ما بيعرفش يغني. سهوله اللحن مش سهولته، خلينا اقول انه مناسبته لان الناس تقدر تغنيه ببساطه. ببساطه ده جزء من نجاح اي لحن طبعا. حاجات سيد درويش كلها، اغلب حاجاتها طبعا. يعني الحاجات اللي هي تخص الاغاني. صحيح. مش المرشحات والادوار طبعا. حضرنا حاجه النهارده ولا لا؟ مفيش حاجه وطنيه لسيد درويش يعني، هو عمل النشيد الوطني. في حاجه وطنيه لسيد درويش احنا ممكن او ممكن نقفل بيه كمان يعني. خلاص، لكن احنا لسه بدري، عندنا عايزين نسمع سولو ونطلع فاصل بعد كده. طلع دينا بقى حد يغني سولو يا نسمة، او اذا كان كله جماعي ماشي، احنا حابين جدا جدا زي ما طيب. في حد مستخبي نسمع في ورا الكواليس حد ولا اهي نسمع اهي عمر ياكل اسمه في الوجود. تمام، عندنا عليها بروفا، هنعمل على حبايب مصر سيب مول. سيب مول اكتوبر لا التيشيرتات ديت جامعه عين شمس، هي جامعه عين شمس. بنحييهم والله، بنحييهم جدا. كان عندنا
كان عندنا احتفالية بانوراما 6 اكتوبر بمناسبة مرور 50 سنة. الله كنا احنا في الافتتاح جامعة عين شمس بالتنسيق مع الجامعة يعني، فهم يعني بالتنسيق معنا عملنا يونيفورم كده للاحتفالية. يلا جميل. يا حبايب مصر حبايبنا.
اغاني جميله ورائعه ولسه هنكمل، بس هنروح لفاصل سريع. بس قبل الفاصل في اي حته الموسيقار الكبير حلمي بكر وعليا رحمه الله عليها الجميله واحلى صوت تونسي جه في مصر، وقبل الفاصل كان لازم نحييهم طبعا الموسيقار الكبير ربنا يخليه حلمي بكر. بنحييهم طبعا وبنحيي الفرقه الرائعه والمايسترو الجميل اللي مش هنسيبه النهارده. كلهم صوتهم حلو، فيهم ناس كتير صوتهم حلو، دايما بيجي لنا اصوات حلوه لطيفه الجميله يعني، بس هي احنا تربينا كلنا على صوت على عليا الحقيقه في الاغنيه. هنروح لفاصل سريع ونرجع معاهم تاني، ما تروحوش في اي حته. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد، ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة ولم يكن حديثي عنها رجماً بالغيب ولا تكهناً، لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم من يوم الكرامة 50 سنة على 6 أكتوبر ونصر أكتوبر المجيد. تغطية خاصة من السي بي سي بدأت من 10 الصبح ولسه مكملين معاكم، وختامه مسك مع فرقة هارموني بالعربي جامعة عين شمس، واللي عاملين شغل عالي جدا. ناس على الانستجرام قاعدين يبعتوا لي، ناس على الفيسبوك بيبعتوا على الصفحة، يعني بيشيدوا بجمال وروعة وعظمة فريق هارموني جامعة عين شمس. وبمناسبة جامعة عين شمس أنا عايزة أسأل محمود فعلا، أنا بس سايبالك كملي كملي. عايزة أسأل بقى، جامعة عين شمس خرج منها طبعا فنانين كتير، والجامعة نفسها بتدعمكم إزاي؟ بتعمل إيه للفريق للفرقة؟ كل مصر فيها جامعات كتير، وكل الجامعات اكيد بيهمان يبقى عندها فريق كره، فريق مسرح طبعا، جواله، انشطه ثقافيه وهكذا. ايوه عندنا في جامعه عين شمس، لا هم من سنين على مدار سنين وهم مهتمين بالانشطه. عندنا فيما يخص الكورال عندنا مسابقتين غناء جماعي وفردي كل سنه. ايوه عندنا مناسبات كتير من سواء احتفالات اكتوبر او عيد الام وعيد الام وحاجات كتير عندنا السيد رئيس الجامعة والسيد نائب رئيس الجامعة في آخر 5 سنين أو في آخر 4-5 سنين سمحوا بفكرة إن يبقى عندنا أماكن يفتحوا لنا مسارح. إحنا عندنا حوالي 6-7 مسارح في جامعة عين شمس، إن يفتحوا المسرح للكورالات أو لفرق المسرح أو فرق الفنون الشعبية عشان خاطر يعملوا بروفات. أيوه كان دي أكبر أزمة عندنا، إن يبقى في مكان يساع إن تقدر تعمل بروفة ب 130-150 شخص. ما شاء الله. معنى كده حاجة بتقول أكتر من 6 مسارح أو 7 مسارح، ده اهتمام الجامعة بالفنون شيء مهم جدا، ونتمنى إن شاء الله يعني كل الجامعات تعمل كده والمدارس تعود مدارس. كلنا طلعنا من المدارس بنعزف وبنغني بالزبط. فطبعا يعني بنحيي جامعة عين شمس تحية كبيرة يعني بزغروطة وحاجات.
لا بس بجد ده وطلعت فنانين كبار زي فنان محمود حميدة في الممثلين يعني واحمد عبد العزيز وناس طبعاً كتير وسامي الغوري يعني مهتمه طول عمرها بالفنون الحقيقه بنحييهم طبعا بالظبط بالظبط فهم اللي اتاحوا لنا المساحه دي من زمان انا من سنه 2000 انا في فريق الكره في الجامعه بس في الفتره الاخيره بقى فيه اهتمام اكبر بقى فيه اتاحه لاي حد عنده موهبه ان هو يقدر يشترك كويس يعني ايه اللي اختلف لو سالت عليك ايه اللي اختلف من اول ما حضرتك بدات في النشاط الجماعي مثلا سنه 2000 زي ما حضرتك بتقول ودلوقتي هو الحقيقه من 10 سنين كده ابتدت الجامعه الاداره المسؤول اللجنه التنميه او الاداره التنميه استاذ مصطفى واستاذ هند بوجه لهم شكر كبير أيوه. ومدير عائد شباب هم ابتدوا يعملوا مسابقات اكتر فبالتالي بقى في مساحه اكبر للولاد يشتركوا طبعا. ومع الوقت السنه دي اشتركت 5 كليات السنه اللي بعديها 7 السنه اللي بعديها 12 فعلى بعد 5-6 سنين كده لو كل كليه بيبقى فيها مثلا 30 طالب في 12 13 طبعا كليه عدد فبيبقى في عدد كبير مشترك في النشاط فمن 4 سنين كده كان دكتور محمود المتيني رئيس الجامعه وهو دلوقتي بنحييه طبعا دكتور عظيم دكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب الف تحية ودكتور تامر راضي ومجموعه كده من الناس يعني المسؤولين عندنا شافوا ان مهم نهتم بده اكتر أيوة. ومهم نوجه النشاط ده للجمهور مش من خلال المسابقات بتاعت الجامعات ده طبعا شيء طبيعي مش مغلقه على الجامعه لكن بالزبط. الجمهور بيجي ويستمتع بس نوجهه للجمهور من خلال السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك والانستجرام والتيك توك ان المتلقي العادي اللي قاعد في بيته يقدر يشوف ده ويمكن ده اللي خلاكوا على سكيل اكبر شويه الناس بتشوفكوا بشكل بالزبط. كويس احنا بقينا سنه 2023 ففكره ان انت تروح للجمهور بقى مهم ان انت تفهم فين طبعا. الاماكن الجمهور طب الجمهور مستني بقى يسمع حاجه دلوقتي يعني يلا يا محمود طيب احنا ممكن هنسمع دويتو كده يا اغلى اسم في الوجود الله 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 اتفضلي يا دويتو المايك السولو فين كلنا وانا الله 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 قدمهم لنا اساميهم ايه تقول انت في الاول اساميهم يا مايسترو قدمهم لنا عشان محمود عوض هو مدير الفريق اهلا وسهلا سلمى وسلمى دي برضو من الناس المؤثرين من المؤثرين للكره المعنى ما شاء الله 1 2 3 4 مخلوق للخلود يا مصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر يا اسم في الوجود يا مصر اسم مخلوق للخلود يفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت اغلى وطن وانت اعلى مكان ومهما كان وكل خطوة بمصر ومهما كان انت مصر وكل خطوة بمصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر كلك شاهد
وكل خطوة بنصر ومهما كان انت مصر يا مصر وكل خطوة بنصر نعيش لمصر ونموت لمصر مصر مصر تحيا مصر يا أغلى اسم في الوجود يا مصر يا اسم مخلوق للخلود يا مصر يا أغلى اسم في الوجود سلمى ومحمود اخر حلاوه والله العظيم بتمتعنا يعني مش عارفين نطلب ايه ولا ايه يعني ما شاء الله لسه في من الحاجات الجميله كمان هنروح بقى للحديث والمايسترو بقى الكبير وفيها حاجه حلوه وما شربتش من نيلها برضه وفي حاجات كتير في حاجات كتير لسه هنسمعها النهارده تحب تسمعنا ممكن نسمع ما شربتش من نيلها يلا شيرين الجميلة وبنسمعها اليومين دول في الميادين كلها كل الناس بترددها وفرحانة يلا نستمع حور لسه أول حفلة ليها معانا يا حلو ما شاء الله ما شاء الله كاميرا ايه؟ كاميرا ايه؟ كيف كده؟ حور مكسوفة كانت إعلان ايه الأسامي الحلوة دي؟ كلهم أساميهم جميلة ايه كلهم اساميهم حلوه وجميله زي اصواتهم ده حقيقي والله
بالنسبه لان تاني حفله او حاجه تطلع معايا اول هي كنا عاملين كده ورشه اول ما لايف كده الليدي مش للاطفال ورشه وهي يعني اول حفله ليها تطلع معانا النهارده. جميل جميل جميل. طبعا الكلام الحلو ده نور عبد الله ولحن عمرو مصطفى طبعاً. يعني حاجه من اجمل الاغنيات الوطنيه اللي سمعناها من صوت شيرين الجميله كان ممسي عليها طبعا صحيح. اكيد صحيح. ايه تاني ده دخلنا في الحديث اهو يعني قربنا شويه في العشر سنين العشرين سنه الاخيره تحبوا تسمعونا ايه تاني؟ مها عايزه ايه؟ عايزه احنا مش قلنا هنغني لعبد الحليم حافظ احلف بسماها مثلا؟ تمام. في سورستات هنا هيقولوها طبعا اكيد. تمام. ادينا بندردش طبعا يعني حبيبك المايسترو هاني شنوده يعني صح؟ طبعا ورانا ايه؟ ايوه صحيح. اغنيه دليل ده جميل طبعا بنحييه طبعا وبني ادم لطيف الخلق بجد يعني مش الموسيقى جميله بس صحيح. كلامه كله جميل واخلاقه صحيح. جميله بنحييه طبعا وبنمسي عليه. هنقول احلف بسماء وتراب وبعديها يلا انا بحب قوي احلف بسماء وتراب. احلف بسماها وبترابها احلف بدروبها وابوابها احلف بسماها وبترابها احلف بدروبها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنه وبالمدفع احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنه وبالمدفع بولادي في ايام الجايه مغرب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبترابها احلف بدروبها وابوابها احلف بسماها وبترابها احلف بدروبها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع بولادي في ايامي الجاية مدريب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبترابها احلف بدروبها وابوابها احلف بسماها وبترابها احلف بدروبها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع يلاقي في ايام الجايه قريب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا حبيبي احسن ابدعت انا الحلاوه يعني دي من اجمل الاغاني بقى يعني ما هتحمست قبل قامت تغني على ده شوف هو ده بقى انا هاجي معاكم بقى هو ده يعني كنا بنتكلم فيه ان الاغاني لما بتكون الجمله اللحنيه مش صعبه فبالتالي الناس بتقدر تغنيها وتقدر تستمتع بيها انا شايفه كمان انه شبابنا متحمس جدا وعنده انتماء للبلد والنهارده بيدخل في مؤتمرات مع سياده الرئيس وعارف يعني ايه تنميه مستدامه ويعني ايه المفروض الفتره الجايه ينمي ويتعلم احلى تعليم. الجامعات التكنولوجيه اللي فتحت في البلد النهارده جامعات كتير في الجلاله وغيرها هتطلع جيل عنده انتماء بيبص للتنميه ازاي الزراعه ازاي النهارده ابتدينا نعمل محصولاتنا وبنزود فيها عنده وعي شايفه ان في جيل عنده وعي ايه طرق حلها وايه ايه الثمن اللي لازم يتحمله عشان يوصل لمرحله افضل بالظبط وبالتالي انا اشوف الاغنيه بيقولوها بحماس أو احلف بالمبنى وبالمصنع بولادي بايام الجايه لا تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب مها عايزه تسمعي ايه؟ بصي انا لو قلت لي عايزه اسمعي اقعد اقول عبد الحليم بس هما ما شاء الله ايه؟ ادينا بندردش احنا قلنا هنغني حاجه دليده طبعا دليده والمايسترو هاني شنوده في حلوه يا بلدي كمان في حلوه يا بلدي بس احنا عاملين ادينا بندردش يلا بينا علشان فيها بقى كل المحافظات ايوه الله الله
وفين يا انا مع نسمه خلاص معايا لسه برضو فيها حاجه حلوه لا انا
يعني معقوله اللي حضرتك بتعمله فينا والكورال الجميل ده والطاقه الايجابيه يعني والكنترول كنترول يعني بره مستمتع وبيغنوا يعني انت عارف مش معقولين العرب المغتربين بره بيسمعوا الاغاني دي بيحنوا لمصر في صوت داليدا وكلماتها وكله. عملت حفلات بره قبل كده ولا لسه؟ بره مصر؟ لا لسه. عملنا يعني عملنا في اسكندريه, عملنا في سويس, في المحافظات عملنا كلها, في محافظات كده. حييك. لكن لسه يعني بالكورال ما عملناش, بالكورال هارموني لسه ما عملناش حاجات بره مصر. مصر عظيمه بملحنيها من اول موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وطبعا وانت قلت سيد درويش وعبد الوهاب طبعا, وبعدين كل بقى المرحله دي احنا جبنا سيرة أستاذ حلمي باكر, محمد الموجي, يعني لحد طبعا شوف هاني شنودة جدد في الموسيقى ازاي, عمار الشريعي ازاي, المايسترو طبعا عمر خيرت ودانا في حتة تانية خاصة, الناس بتروح تسمع أغانيه الوطنية في الأوبرا بتبقى سعيدة. لا يعني مصر هي دي مصر, الطعم الجميل التنوع دوت. انا عارفه بحب كنت مين قوي في وطني حبيبي, كان طبعا الحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب, وكان التوزيع لعلي اسماعيل. ومين اللي كان بيغني فيها من ورده لشاديه لفايزه؟ علي اسماعيل كمان كان, عبد الحليم كان الرجل الوحيد اللي فيها تقريبا. صحيح. شفتي عبد الحليم عشان كده لما عايزين تسمعوا قول عبد الحليم عبد الحليم. صحيح. طيب اسمحوا لنا نطلع فاصل كده واخير يعني ان شاء الله, وهنوعدكم نرجع مش هنطول عليكم, وهنختار اغنيه او اتنين نختم بيهم مش هنطول عليكم ان شاء الله. نشوفكم بعد الفاصل. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73, حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة, بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد, قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية, وها هم في حرب طويلة ممتدة, وهم أمام استنزاف نستطيع نحن أن نتحمله بأكثر وأوفر مما يستطيعون, وها هم عنفهم معرض إذا تصوروا أن في استطاعتهم تخويفنا بتهديد العنف العربي. وإن كان عليه أن يتذكروا ما قلته يوما وما زلت أقوله, العين بالعين والسن بالسن والعمق بالعمق. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد, وما زلنا مع كورال هارموني عربي جامعه عين شمس والمايسترو محمود وحيد اللي محضر لنا حاجات ما فيش احلى من كده, والناس مبسوطه جدا سواء على صفحتنا على الفيسبوك او في الكنترول وفي الاستوديو, يعني بتهيألي الاستوديوهات اللي جنبنا جايين فرحانين ومبسوطين الاجواء الفتره دي وطنية. مبهجه لينا كلنا الاجواء. طيب. بتاعت وبشره خير مش كده ولا ايه؟ لازم نقول مين مش حافظ الجمله اللحن دوت, مين مش حافظه؟ اكيد كل مصر حافظاه طبعا, كلنا هنغني معاك. كانت فتره رائعه
طبعا الاغنيه دي كانت بجد في فتره رائعه. الفتره ما كانتش رائعه، كانت عصيبه، بس هي الاغنيه كانت الاغنيه دي جمعت الناس على حب مصر. ايوه، وعلى الانتماء وحب كل المحافظات في كل حاجه يعني. وايمن بهجت قمر ما سابش طبعا ولا محافظه. عمرو مصطفى بنحييهم، عاملين كانت حاجه يعني، كانت انتاج سي بي سي وهتفضل عايشه معانا على طول. يلا بشر الخير توزيع طول اكيد مش متاكده قوي. يلا فين طبيعتنا؟ بحاول اجتهد. فركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها سكت الدين. خدت ايه مصر بسكوتها، ما تستنصرش فيها بسوتها، بتكتب بكرة بشروتها دي بشرة خير. أصوات جميلة وشباب تفرح وبتوع شغل يعني بجد يعني. عايزة طب عايزة أعرف من حياتك حاجة، البنات بقى أصعب السيطرة عليهم ولا الشباب؟ سؤال مهم جدا. هو ميكي قال، ميكي قال ايه؟ لا لا، هم كل فئة عندهم شيء يعني، شطار في حاجة وأقل شطار. لا بجد السيطرة يعني هم البنات ملتزمين أكتر، لكن السيطرة عليهم أصعب شوية. نرغي الرجاله مش ملتزمين لكن السيطره عليهم سهل. بتكلم جد يعني، هتقول الرجاله يلا بينا فهيتاخروا شويه، هتقول البنات يلا بينا لا هيتاخروا كتير بقى كتير. ربنا يسهل ان شاء الله. بس برضو معادنا الساعه كذا، فتلاقي البنات جم بدري وملتزم اكتر بالزبط. وبيحاولوا يركزوا معاك اكتر، بس يعني في النهايه كلهم شطار وكلهم لطاف ما شاء الله وفضلهم بفضل ربنا وبالتزامهم يعني احنا موجودين مع حضراتكم. في حد منهم ناوي ان شاء الله يدرس بقى في اكاديميه الفنون ويدرس موسيقى وكده ولا ايه؟ انت اكيد عارف في بنات دخلوا الامتحانات عندنا القدرات وكده. ايوه مش هنا طب ما كناش جينا الحلقه قبل الامتحان. بمناسبه معهد الموسيقى العربيه، انت ليك كان دكتور محمد عبد الستار استاذ الغنى طبعا والمرشحات، يعني ليه دور كبير معاك؟ كلمنا عنه لان انت صوت مميز برضو كده. وانا طالب في الجامعه سنه 2002
كان دكتور عبد الستار هو اللي كان بيدرب الجامعة، وهو اللي علمنا ودربنا وفهمنا وادانا الجزء الاهم فيما نعلم من غنى. بنحييه طبعا انه طلع اصوات جميله كتير وعنده فرقه حلوه. من اهم مدربين الغنى في مصر، يعني من اهم مدربي الغنى فعلا في مصر، وبنحييه وبنحيي معهد الموسيقى العربيه طلع كتير والاكاديميه الحقيقه. بس مش هناخد وقت في الكلام قد ما عايزين بقى غنوتين، يعني تختار لنا احلى ما عندك عشان قبل الاخيره والاخيره. احنا مش عايزينكم تمشوا بصراحه ولا احنا والله العظيم، بس البنات بس، ما احنا الهوا شايفينكم في البيت عادي عشان بتاخروا. يا مايسترو ينفع اجي معاكم؟ ارجوكي تنورين، يعني ارجوك هحاول ارجوكي. يلا عايزه اهو خلاص، يعني اهو ليديا حبوها خلاص دخلت يا ريت خلاص ليديا ونسرين وعمر وميكي، يعني خلاص كله وميكي واتفقت. انا في حاجه يا ميكي عمر وعبد الله كلهم ما شاء الله بجد. عبد الله يلا هيقول ايه؟ عبد الله هتغني ايه؟ عبد الله هيغني مصري يومي الله. موسيقار الاجيال عم محمد عبد الوهاب بتفكرنا بحاجات حلوه يا جماعه والله. قول لي انا هقول ايوه مره وبعد كده انا بعد كده الكرو المايك مايك لعبد الله بقى يا شباب امسك. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. غنوة المسافر لما يكون بعيد يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. بنلف المواني وبنرجع لك تاني بنلف المواني دايماً لابسة توب جديد. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، وحدي يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. وحدتنا الوطنية سماحة وسلام، يحتار اللي يشوفها يجيب من الكلام. وحدتنا الوطنية سماحة وسلام، يحتار اللي يشوفها يجيب من الكلام. في الشدة بنشارك في الفرح بنبارك، في الفرح بنبارك، وده كله من حبك انت يا مصر السلام. الله الله حاجه تاني لا
عبد الله الله اكبر ما شاء الله يعني على فكره بالمناسبه يعني طبعا عايزين نقول لعبد الله ان ممكن يدخل اكاديميه الفنون عملوا قسم خاص لحبايبنا من ولادنا ذوي القدرات الخاصه زي عبد الله كده واحنا سعداء ان دكتوره غاده عبد الله يعني من الـ هنساعدك طبعا احنا معاك في كل حاجه اشطر الناس اللي بيساعدونا في الغنى رائع وجميل وقوي وبعدين فجأة ودانا في حتة تانية خالص يعني دايما بقول له ما تقولش فوق بيجوز بس هم قايل فوق بس ما شاء الله ما شاء الله, شاء الله عليك مفيش سمع كلام مفيش سمع كلام لا داخل داخل ايه بمشيخة جامدة على طول داخل بيقول بيجود على طول هو اصلا منشد ما شاء الله عليه وبرضه بيحب خلاص وعدنا مثلنا يوم يكون فيه انشاد ديني ونستمتع برضه باللي بيغنوا انشاد ديني ان شاء الله طيب ختام في حاجه الاخيره بقى قبل ما نختم تحب تقول ايه تحب توجه ايه لمين اشكركم طبعا على الاستضافه الجميله اشكر الكورال واشكر الاساتذه الموسيقيين على تعبكم معايا النهارده واهني اهني الشعب المصري وقواتنا المسلحه بمرور 50 سنه على اهم انتصار لمصر في العصر الحديث تقريبا ايوه يعني. ويا رب اللي جاي دايما يبقى احسن لينا كلنا بس بنحييك طبعا وبقول لماما كل سنه وانت طيب واحنا بنقولها طيب. قبل ما نختم بنشكر جمهورنا يعني معانا من الصبح احنا معاكم في يوم مفتوح من 10 صباحا بنتبادل مع بعض احنا وكل زمايلنا اللي في السي بي سي بالاداره في تغطيه خاصه في افلام وثائقيه وفي دراما وفي فواصل كان فيها ابطال اكتوبر اللي اتكلموا عن اسرار جديده وحوارات جديده اول مره نسمعها مجهود عظيم بقاله اسابيع بنحضر له عشان يعني نحتفل مع بعض النهارده شعورنا بالفخر والاعتزاز والكرامة وحاولنا ننقل رسالة للأجيال اللي موجودة دلوقتي تستمتع قد إيه إن كان في فرحة في الشارع المصري في العالم العربي كله وكان في دم بذل عشان أرض سيناء ترجع تاني ومصر ترجع بقوتها زي الأول قدام العالم يعني كانت مخاطرة لكن كانت محسوبة جدا وسيناء رجعت كاملة لينا مصر اليوم فعيد ومصر اليوم فعيد النهارده بجد مصر فيها حاجه يعني حلوة. كمان هم عملوا لنا يعني فعلا ختموه مسك احنا بدانا اليوم فعلا من 10 صباحا وفضلنا مكملين معاكم كل السي بي سي كلها النهارده وبكره في نفس اليوم ونفس المجهود معمول عشان لسه في احتفالات الشهر كله اكتوبر كله متحمس انتوا لا لا انتوا بكره معانا ده احنا بكره معانا على كل الدنيا النهارده او احنا اللي هنيجي معاكم بكره بقى شرفنا جدا احنا سعداء بوجودنا هنا مين ما يحبش يكون موجود خلاص نختم بالمايسترو الجميل عمر خيرت بنمسي عليه وربنا يخليه لينا بيعمل لنا حاجات حلوه لمصر وغيرها ونعمل وطبعا وايمن بهجة قمر وفيها حاجه حلوه ويلا يا مها يلا معاهم بقى يلا نختم معاهم فيها دي يا صافية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة مصر هي الصبح بدري مصر صوت الفجر يتكد صوفيا فور طعمية كشري
حلوة منها حاجة كل بناتي فيها جميلة إنها فيها نية صافية فيها حاجة دافية حاجة بتخليك تدبت فيها سنة سنة بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد.